طيب ها ويا شمالك تروح وتجي تروح وتجي بعدين تعرف بعدين تعرف بعدين تروح روح روح ويا 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 ها شنية بعدين تعرف بعد كل شيء بعدين 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 الله أكبر يا أبوي يا أبوي ويد أخذهم لا أنا قال يا ولد يا ولد شنو هالفيلم ما تنظف الطين أهو هم تنزيف هم تنزيف متداهم مضروب الضابط مضروب الشرطي مضروب أدري الحكومة ما يدري من يضرب من يضرب من يضرب ما أدري من يضرب من يضرب أخويا ها فتت تضرب تولي 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 ما أدري من يضرب أوه شنو الفيلم فهمنا بروح أهلك يا أخي عنده عملية جوا أدري من العملية شو يسوي جوا أدري من العملية بس فهمنا شنو صار بعدين تعال أكلك أبوي عرفت إيش قال لك قال لك عنده عملية عرفته راح أجيب إضراب ولا أكلك أبوي هذا دكتور أي دكتور إضراب ما تعرفه أقرب تعال دكتور شنو الفيلم جوا فهمنا دكتور شنو هذا؟ يا اخي غير عملية عندي العملية موس مو قاس بس مو شدريت بعدين تعرف اخ عقلك بويه؟ ها انت لا تطلع لي شغل ايه؟ لا تزوجني ليش هالقلوي هذا الدكتور؟ خلنا نوصل علق علق بشر صوت انا ناصب التي غلف تمشي الفيلم يا اخي عملية عندي يا بدر بها عملية عندي وكبرى كبرى؟ اي غلف هلا شكوى صار بعدين تعرف عرفت عرفت ابوي ها وهجم دكتور اعتصام تفضل ليك بعدين أقول دكتور، الدرجة فهمتها، والعملية الكبرى فهمتها، هذا أنا مشاكل شلمن، عملية فوق الكبرى، فوق الكبرى صارت، وين تبغى هلاي؟ روح دكتور روح، بعدين تعرفون، روح بعدين تعرفون، أكيد أخوي، ها، هذا يمكن بدأ بالأساس، ها، إيه، بيك دفرة قريقة، يا أبوي، أطلع أخوي من الوطن كله فيه، أبيكم يا ولد، هذا لازم، العملية ما نجحت، يا ما أقدر أشيلها من الكرسي، يا أبوي. انا وقع عليك ارجع لك الزريده قال انت ما بليت ما استحيت هي شغله مستحى ترى ما بيها شيء ولا كان امه من البيت قوم اطلع برا قوم اطلع برا خلوه شرط من البيت ولا انت الشعب كله ساعدك اطلع 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 ما تطلع بها مجال بعد 4 سنوات اي تدلل وقت خادم خادم شوف الاربع سنوات شوف يلا هذا الكرسي نحط لنا واحد زين على البريجر اي ابوي يلا ابوي مشنا عاشت ايديكم وين تبوا هذا كم فلشة هذا ولا كم فلشة يا ابويا يا ابويا عاشت ايديكم